هذا الشاب كان كلما يستيقظ في الصباح يجد مطبخ منزله في حالة فوضى والأكل ناقص، فقام بسؤال أخته الوحيدة، فقالت أنها لا تعلم شيئا عن الأمر. لمعرفة ما يحدث قام الشاب بوضع كاميرا مراقبة في منزله، لكن ما اكتشفه في اليوم التالي شيء مخيف. نترككم مع الفيديو. في نفس اليوم قام الشاب بإبلاغ الشرطة التي ألقت القبض على البنت، وبعد التحقيق تبين أنها فتاة متشردة ومريضة نفسيا، دخلت المنزل منذ أسبوعين واختبأت في العلية وتنتظر صاحب المنزل ليخلد للنوم لتخرج للمطبخ للأكل ولاستعمال الحمام.